كاينش ضربات الجزاء. بالنسبه للاوراق الصفراء واحده كانت لفريق الرجاء. هذه كانت احصائيات الجوله الاولى من هذا المباراه اللي كتجمع فريق الرجاء الرياضي البيضاوي بنادي الصفاقسي. الجوله الاولى اللي يعني عشنا من خلالها فترات متقطعه، يعني فريق الرجاء حاول في البدايه الضغط على فريق نادي الصفاقسي، لكن خبره هذا الاخير وكذلك التكتيك المحكم للفريق التونسي جعل الرجاء يبحث عن المنفذ، يعني الامام فريق قوي، فريق يعطينا بصوره واضحه مدى استعدادات فريق الرجاء للاستحقاقات القادمه. بالنسبه للصفاقسي في الجوله الاولى كان كيلعب كثير على لو طون على ليسباس، نجح في الكثير من الاحوال انه يكون في تفوق عددي في مناطق كثيره وحساسه خصوصا على مستوى الهجوم. في جميع المحاولات ديالو كان التفوق عددي ديال المهاجمين. القوة ديال الرجاء كما قلت انه في بام عمر وفي كوكو، لانه كانوا كيخرجوا سريع عند حامل الكرة، كانوا كيوريونتي وكانوا كيربحوا النزالات في الوسط، خلقوا السيادة ديالهم في الوسط الميداني عبر هاد اللاعبين. كنظن بانه مجمل القول كانت قلة المحاولات ديال التسجيل، كانت المحاولات تجهض في البداية ديالها، وبالتالي شدنا جولة أولى عادية اللهم 12 دقائق الأولى اللي كانت متوهجة فيها الرجاء. وكما قلت نادي الصفاقسي التونسي كان غيجري اللقاء حبي قبل مواجهه الرجاء امام نادي الاهلي الليبي، لانه لدواعي امنيه تم الغاء المباراه امام نادي الاهلي الليبي، واكتفى فقط بهذا اللقاء امام فريق الرجاء. المباراه الحبيه امام نادي الاهلي كانت غتجرى يوم الاربعاء الماضي، ولدواعي امنيه تم الغاء المباراه، واكتفى نادي الصفاقسي فقط بهذا اللقاء امام فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. نفس المستوى فؤاد، نفس نتمنى انه هذا اللاعب اللي غيدخل لافريقيا انه يكون بجوار بورزوق، لانه ربما القوة ديال الرجاء غادي تكون مع واحد يمكن كيطلب في وراء الدار، وواحد كيخدم ليديفياسيون بالراس. ربما الصبار هو يقول الاقرب للخروج مع ادخال اللاعب. فريق الرجاء اللي كيبحث عن طريقة، لان كل مقومات القوي حاضرة هنا، جمهور غفير، العدد الان يعني كيتقدر ب 45 ألف متفرج، والملعب مملوء عن اخره. المركب الرياضي محمد الخامس، جماهير فريق الرجاء اللي جات لمتابعه لقاء من العيار الثقيل بين الرجاء وفريق الصفاقسي التونسي. هذه تجربه لفريق الرجاء، محاوله تدخل الحارس التونسي دائما خطيره بعيده عن مرمى الحارس التونسي رامي جريدي. كانت محاولة خطيرة مع بداية الجولة الثانية لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. وليد صبار اللي تابعناه اللي من مدرسة الرجاء يسدد هنا بقوة بعيدة عن مرمى الحارس التونسي. بالنسبة للمدرب ديال تونسي نعطي ورقة إضافية تعريفية، هو كان مساعد ديال المنتخب التونسي قبل أن يتم الاتفاق مع الفريق الصفاقسي. كنظن سبق المدرب ان درب الفريق سنه 2009 الفريق الصفاقسي، واقيل من منصبه بعد خساره في الكاس السوبر امام الاهلي. تقلد عده مهام في الدوري التونسي، الاشراف على عده انديه ابرزها الملعب التونسي وجمال الاماراتي والفيحاء السعودي. اما استفاده فريق الرجاء، المستوى يعني متوسط بالنسبه لفريق الرجاء امام فريق الصفاقسي التونسي. تجريب التشكيله الاساسيه غادي يطيح من القيمه ديال المقابله. دائما كنظن في المقابله الحبيه ملي كتكثر التغييرات كتقل القيمه ديال المقابله والايقاع ديالها بالفعل. هذا اللي اعتدناه في اللقاءات الحبيه في الجولات الثانيه، دائما يعني كيتم اخراج العناصر الرسميه وكيتم ادخال عناصر احتياطيه يفقد المباراه يعني القوه ديالها والجماليه ديالها. تغيير في صفوف المنتخب التونسي، لاعب زياد زيادي سيعزز صفوف المنتخب التونسي مكان اللاعب حسام لوطي. هذا الاختيار للمدرب التونسي اجل تجريب اكبر عدد ممكن من اللاعبين. هذا المدرب رماه مدرب فريق الرجاء اللي كيحاول على انه يوجد مجموعه النموذجيه اللي يمكن تعطي صورة جيدة على فريق الرجاء في اللقاءات الإياب.
واللاعب اللي دخل له هو حسام دواتي 65 كيلوغرام 23 سنه متر 75 دائما كتجبد المتر 75 متر 71 متر 70 فالاغلبيه ديال المهاجمين فهم عندهم قامات قصيره اللهم استثنينا المدافعين اللي كيمتازوا بالقامات ابراهيم البحري محاوله لفائده الفريق التونسي في اتجاه اللاعب حمزه هدا اللي كيقود حمله تونسيه الان من الجهه اليسرى امام اللاعب كوكو يحاول التمرير كيمرر اللاعب اللي دعم صفوف الفريق التونسي لاعب زياد الزيادي محاوله لنادي صفاقسي تمريره خطيره خطيره بواسطه اللاعب ابراهيم البحري اللي يعني كاد يسجل الهدف الاول في هذه المباراه في الدقيقه الخامسه من الجوله الثانيه ابراهيم البحري اللي دوز سنوات ممتازه مع الفتح الرباطي الان عنده 81 كيلوغرام 29 سنه مزداد سنه 1986 شاغو كوكو شاغو مره اخرى اللي كان ما لقاش الضله ديالو في مدافع ايمن شاغو لانه كان كيبني البلاء الحسن مع الدفاع الجديدي في مرتكز ديال الدفاع كان كيصعد كثيرا لمؤازره الهجوم عبر لاكس سنترال نظن بانه في الكره الثابته ما كتحلوش فرص كثيره لانه قوه الضاربه ديال شاكو هي الكره الثابته خالد العسكري للجهه اليمنى للاعب شاكو يمرر محاوله لفائده فريق الرجاء للاعب حمزه بورزو كدع له الكره تجي عند العناصر التونسيه عند اللاعب سليم استرجع اللاعب شاكو لكوكو للاعب شاكو مرة أخرى لكوكو كوكو لوسط الميدان ضائعة اتجاه اللاعب معمر كديع كانت عند العناصر التونسية محاولة لفائدة نادي صفاقسي اللي كيبحث عن المنفذ إبراهيم البحري يمرر تدخل دفاع فريق الرجاء والعسكري في آخر لحظة يتمكن من الكرة الشيء الإيجابي عند صفاقسي هو التحول السريع من لا فاز ديفونسيف لا فاز اوفونسيف وهذا هو القوه ديال صفاقسي كيباغت بتفوق عددي في الهجمات ديالو فريق الرجاء هذه محاوله لفائده فريق الرجاء الحافظي اللي كيحاول يمرر ضائع الكره يعني الفريق التونسي فرض الايقاع ديالو فرض كذلك التموضوعات كيحاول انه يغلق كل مره نقطه القوه ديالو هو امتلاك الملعب في الوسط وجعل الفريق له السياده في الوسط وكيخلي انه الرجاء كيتهدف في استرجاع الكره هذه محاوله لفائده الفريق صفاقسي كانت محاوله خطيره كتضيع جوج ديال المحاولات اللي هدوا مرمى الحارس خالد العسكري هذه كانت بواسطه تحركات عناصر الفريق صفاقسي ماهر حنشي اللي يعني بمراوغه ذكيه كيتجاوز لاعب والحاج ويسدد والكره مرت محاذيه مرمى الحارس خالد العسكري تغيير صفوف فريق الرجاء الرياضي البيضاوي خروج حمزه بورزوق كنتمنى انه يبقى حمزه بورزوق ونشوفوا كريستيان يعني تغيير مهاجم بمهاجم بندارو كريستيان اللاعب الذي التحق بفريق الرجاء في انتقالات شتوية لأنه مع خروج بورزو غادي نبقاو نلقاو كريستيان ايزولي في الهجوم ما غنعرفوش القيمة ديالو الحقيقة شاكو لاحظ كيفاش أن الفريق التونسي يعني كيملأ كل ممراته كيحاول على أنه يتواجد بكثرة على مستوى وسط الميدان لأن في كرة القدم يعني في كرة القدم كيقولوا من يمتلك وسط الميدان يسيطر على المباراة وكتبنا على الأربعة ديال المسائل الضرورية في الوسط هو سورتير فيت اوريونتي لادفيرسير غاني الديال وتبدا في العملية ديال الهجوم هذا هما أربعة ديال الحوايج اللي أساسيين في كرة القدم من يسيطر على وسط الميدان يسيطر على المباراة والفريق التونسي وفي لهذه القاعدة حتى الآن يعني نهج تكتيكي محكم يحاول السيطرة على خط الوسط فريق الرجاء كيحاول على أنه يوجد الإيقاع المناسب يوجد يعني طريقة للوصول لشباك الحارس التونسي رامي
في الجولة الثانية. العلاقة ديال ثلاثة اللاعبين الهجوم مع المهاجم الأوسط جيدة بالنسبة للصفاقسي، وكيبحثوا دائما على بروفوندو ديال الملعب، جابوا محاولة ديال التسجيل، هذا هو القوة ديال البداية ديال الصفاقسي في هذا اللقاء في هذه الجولة الثانية. محاولة لفائدة الفريق الصفاقسي، وركنية كانت محاولة بواسطة اللاعب حمزة هدا اللي كينضم لخط الهجوم ومدافع ويؤازر خط الهجوم. تدخل شاكو وركنية لفائدة فريق الصفاقسي التونسي. تنفذ خالد العسكري يتمكن من الكرة. الجهة اليسرى للاعب كاروشي، كاروشي كيمرر الدفاع التونسي. كنت كنتظر في الانتدابات ديال الرجاء انه البحث على لاعب محوري، لانه لإعادة القوة ديال الرجاء بإعادة لاعب محوري. الذهاب ديال الرقيوي ولا ديال اللي متولي خلاو فراغ على مستوى البناء العمليات. نظن بانه ربما الراقي ربما عقال او القناوي عندهم نفس المواصفات، ولكن مازال ما كاينش ذاك الانسجام بين هاد اللاعبين ولا الباقي. مباراه اخرى في المدرجات، الجمهور يصنع الحدث يعني يؤتد فضاء المركب الرياضي محمد الخامس. وهذه محاوله لفائده الفريق الصفاقسي، تدخل خالد العسكري واعتقد بطاقه صفراء وضربه خطا، صفراء وضربة خطأ لفائدة فريق الصفاقسي. كون قام بهذه العملية هو اون فاس دو بيوت، فكنظن بأنه كان غادي تلقى ورقة. كنتابعوا بالعرض البطيء العملية اللي قام بها نادي الصفاقسي بواسطة اللاعب ياسين خنيسي، وخالد العسكري يتلقى ورقة صفراء، وابراهيم البحري. وهذا جانب من الصور الرائعه اللي كرسمها الجمهور هنا بالمجمع الرياضي محمد الخامس مدينه الدار البيضاء. باش ترجع التوهج ديال الرجاء خص استغلال ممرات الجانبيه اللي ما بقيناش نشوفوا الممرات الجانبيه، تدبير الهجمات على الاطراف، وهذا هي القوه اللي كانت السابقه عند فريق الرجاء وكانت في بدايه هذا اللقاء. ضربه خطا لفائده النادي الصفاقسي، كتنفذ والعسكري في المكان المناسب يبعد الحكم. يدير الخطا ديال العسكري هنا في هذه اللقطه. زيد الزيادي هو من نفذ ضربه الخطا، وهناك لاعب سقط الارض اعتقد ابراهيم البحري. كل روح رياضيه، خالد العسكري يخرج الكره، وربما في الاعاده غيتبين بانه الخطا كان على العسكري في بدايه اللقطه. وهذا اللاعب اللي سقط الارض اللاعب حمزه هدا، لاحظ هنا كاين لانه كيكون عند لافونتاج عند الحارس في المنطقه اكثر من المهاجم. كيكون لافونتاج عند الحارس في المنطقه ديال 5 متر. حوالي 45,000 متفرج يتابع هذا اللقاء الهام والحبي بين الرجاء ونادي الصفاقسي التونسي، استعدادا للقاءات القادمه سواء البطوله الوطنيه المغربيه او البطوله التونسيه، وكذلك على مستوى الاستعداد للكاس الافريقيه. نعرفوا ان الفريق التونسي هو محك حقيقي لفريق الرجاء، وفريق الرجاء هو محك حقيقي لنادي الصفاقسي التونسي. وكيبقى لقاء مهم بالنسبه للرجاء، كما بغات تكون النتيجه ديالو كما يبغي يكون العطاء ديال اللاعبين، ولكن ضروري بانه غتخرج من خلاصه قد تفيد الرجاء خصوصا في الدوري المغربي وعلى المستوى الافريقي. خالد العسكري اللي يعني باقي تلقى الاسعافات الاوليه، كان اصطدام قوي. تواصل تشجيعات لفريق الرجاء، فريق الرجاء اللي احتل المركز الثاني في البطولة الوطنية وراء فريق الوداد بفريق نقطتين واحدة، والصراع سيكون قوي على لقب البطولة الوطنية بين الوداد الرجاء حسنية أكادير الكوكب المراكشي، ولما لا إضافة أندية أخرى. هذا اللاعب إبراهيم البحري، اللاعب المغربي الذي يلعب لفريق الصفاقسي التونسي. 27 سنة.
دائما تعطى الاسعافات الاوليه لحارس مرمى الرجاء خالد العسكري. بالنسبه للتحول لا ترانزيسيون في هذه المقابله ديال اللاعب كاين تميز عند فريق الصفاقسي، وكنعرفوا بانه التحول بسرعه من حاله دفاعيه الى هجوميه او العكس فهي القوه ديال كره القدم بصفه عامه. مجدي سليم هو من سينفذ التماس لفائده نادي الصفاقسي التونسي، وهذا اللاعب الحفيدي الى جانب الحميدي حكم المساعد الاول، هذا من خير الحكام على المستوى الوطني، حكم دولي، حكم مساعد دولي من احسن الحكام على المستوى الوطني. كرة عند فريق الرجاء الرياضي اللي كيحاول على انه يبادر الى شن حملات على معترك فريق نادي الصفاقسي اللي منظم على مستوى خطي الدفاع والوسط، والرجاء يبحث عن المنفذ، يبحث عن الطريقه، يبحث عن يعني الطريقه الوصول لشباك الحارس رامي حارس الفريق التونسي. هذا كوكو اللي كيحاول يمرر، كوكو يمرر للجهه اليسرى للاعب الكاروشي، تمرير في اتجاه ياسين الصالحي، ياسين الصالحي اللي كتضيع له الكره لكن يحتفظ بالكره، يعني كانت مضايقه. والقوه ديال النيجيري لقلب الهجوم ما غتكون القوه ديالو الا بالامدادات الجانبيه، الا بالمؤازره من وسط الميدان، وبالتالي ملي كيكون ايزولي فربما ما غلقاوش كريستيان اللي غنتظروه في فريق الرجاء. هذه محاوله للفريق التونسي بواسطه ابراهيم البحري، والحارس خليد العسكري في المكان المناسب. يعني الفريق التونسي بين الفينة والأخرى يعني يهدد بقوة مرمى الرجاء. ولا لاحظتي بأنه قلب الهجوم عاود هذا لونتيسيباسيون عاود ثلاثة المرات في الجولة الثانية، ما كيأكدنا بأنه هذا العمل كيتعاود في التدريب باش كنلقاوه في المقابلة كيتكرر بعدة مرات. شاقو الحافظي اللاعب شاقو شاقو يحتفظ بالكرة والحكم يتدخل، السيد نور الدين إبراهيم تدخل الاعلان عن ضربه خطا لفائده الرجاء جانب من الجمهور الرجوي الذي يتابع هذه المباراه في اتجاه اللاعب الحاج الحاج اللاعب كاروشي، كاروشي لوسط الميدان للاعب كوكو، كوكو للاعب ياسين صالحي، كوكو مره اخرى للاعب كريستيان اتجاه بالمقدم، تبادل الكره بين عناصر فريق الرجاء لايجاد المنفذ. هذه طريقه فؤاد من طرف لاعب الرجاء يعني البحث عن المنفذ. بالفعل هو التريت في استعمال الكره، وانه يقلبوا على بوسيسيون دو بال، وبالتالي عاد يقلبوا على الفجوات، خصوصا كنعرفوا بانه النادي الصفاقسي انه الخطوط ديالو متقاربه جدا، انه ما بين اللاعب واللاعب ما كتعداش 10 امتار، ما بين الخط والخط 10 امتار، وبالتالي المساحات ضيقه للمرور بكرات بينيه. تماس لفائده فريق الصفاقسي، لاعب سليم ينفذ والحكم يعلن عن خطا لفائده فريق الصفاقسي. اللاعب سليم فهو عنده 26 سنه، وسبق له انه جاور مستقبل المرسل للفريق التونسي الاخر. هذا المدرب الروماوي يتابع ويسجل نقاط القوة والضعف لفريق الرجاء مقبل على اياب قوي. كاروشي يمرر، كريستيان كتضيع له الكرة، كتشاهد لاعب سليم للحارس رامي. على الأقل شفنا إمدادات جانبية، أو شفنا الإمداد الجانبي كان غادي يعطي لكريستيان القوة ديالو والارتقاء لها. هذه محاولة من الجهة اليمنى لفائدة نادي الصفاقسي، كيحاول على انه يعني يجاري المباراه بايقاع وبتكتيك معين. عند اللاعب زياد، زياد الجهه اليمنى، تمريره في اتجاه اللاعب رقم 11 ياسين الخنيسي. اللاعبين ديال الصفاقسي كاين تنسيق وتزامن وتبديل بين اللاعبين في اكثر المراكز، كنشوفوا بانه كيبدلوا المراكز بيناتهم خصوصا في الزمان والفضاء ديال الملعب. فرجة يعني كيصنع على مدرجات. بالفعل ألف تحية لهذا الجمهور اللي كيساند فريق رجاء في هذه المباراة. لاعب شاكو، حكم السيد نور الدين إبراهيم يطالب بإعادة تنفيذ ضربة الخطأ ينفذها، يعني واللاعب محمد الحاج عميد الفريق للاعب كوكو، كوكو لياسين الصالحي، كوكو مرة أخرى لياسين الصالحي لكوكو، تبادل الكرة لوسط الميدان اللاعب وليد صبار عند صالحي، تمرير في اتجاه كريستيان، كريستيان خطيره الفائده فريق الرجاء بسهوله في يد الحارس
ولاحظ هذا ملي كتكون كاروشي. كتكون المؤازره قريبين لقلب الهجوم كيكونوا اللاعبين قراب كتكون القوه ديال الرجل. الرجل كيبحث عن الايقاع فؤاد في هذه المباراه. مباراه تجريبيه امام نادي الصفاقسي التونسي. زياد تمريره للجهه اليمنى. تمريرة تدخل دفاع فريق الرجاء. كان اللاعب سليم هو من مرر هذه الكرة. كتضيع مرة أخرى للعناصر الرجوية كيصبح هجوم مضاد لفريق الصفاقسي. اللاعب سليم اتجاه اللاعب حمزة. يعيد الكرة للوراء للاعب ياسين مرياح. حارس رامي. زياد او اللاعب ابراهيم البحري. اللاعب زياد. اللاعب سليم. ولحد الساعه المدربين بجوج كيتعاملوا مع المقابله وكانها رسميه حتى في التغييرات ديالهم كيتأنوا وهذا غادي يعطي طابع ديال القوه هذه المقابله لانه تغيير بتغيير. نعم. التكتيك حاضر بقوه. حاضر ولكن ما كاينش كثره التغييرات وهذا هو اللي كنطلبوه انه يكون في هذه المقابله. تم استفادة فريق الرجاء بعد مرور 21 دقيقة من الجولة الثانية. بعض القوة ديال الفريق الصفاقسي هو عدم بعض اللاعبين عدم الثبات في مركز واحد انه دائما كيبدلوا المراكز ثم باش كيخليوا ان ديزيكيليبر ديفونسي بعض الاحيان في صفوف فريق الرجاء. تم استفادة الرجاء وتغيير في صفوف نادي الصفاقسي التونسي. دخول اللاعب حاتم سينضم لصفوف الفريق التونسي. اللاعب حاتم يكون تغيير اخر. خروج لاعب غازي شلوف. تم استفادة فريق الرجاء. نفذ وسط شاغو كدع له الكره. تماس هذه المرة لفائدة فريق الصفاقسي التونسي. حتى فريق الصفاقسي فهو مر عبر التاريخ ديالو لاعبين كبار كالعقربي كالنجمي كحاتم طرابوسي وسامي طرابوسي دويب هذو لاعبين اللي كانوا كيأتوا فضاء ديال المنتخب الوطني التونسي. كوكو لوليد صبار. وليد صبار يسدد والدفاع التونسي يبعد الخطر إلى الركنية لفائدة فريق الرجاء. هذا وليد صبار مستقبل واعد لهذا اللاعب من امل فريق الرجاء. لعب الى جانب بالمقدم الى جانب عمر العرجون الى جانب بنون الى جانب اسماء مصدق الى جانب اسماء واعده في امل الرجاء. ضربه مرمى لفائده فريق نادي الصفاقسي. حتى الان لاعب كريستيان باقي يعني ما ظهرش الامكانيات ديالو والاضافه اللي يمكن يعطيها الفريق الرجاء لانه كما قلت لك قبل بدايه المقابله انه النهج التكتيكي خصو يكون ملائم مع هذا اللاعب. خص لي زاتاك بلاصي. خص امدادات من الجانب. خص انه يكون دائما مؤازر وقريبين عليه اللاعبين. هذاك الشيء علاش تمنيت انه يكون بقى مرزوق ونشنا كريستيان اخر. شاغو في تنفيذ التماس لفائدة فريق الرجاء. شوف البليسينغ اللي فرضوا الفريق التونسي في المنطقة اللي كتضيع لهم فيها الكرة كما قلت في الأول في الجولة الأولى تما في كيقلبوا على الضغط. أحسن صورة يمكن يعطينا المخرج هي هذه اللي كنشوفوا في الوقت اللي كتكون الكرة عند فريق الرجاء. لاحظ كيفاش كيكون البريسينغ ديال يعني حراسه لصيقه رجل لرجل من طرف ما كيختاروش شي منطقه وسطى او لـ 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 في الوراء انه يقوموا بالبريسينغ ولكن فيما ضيعوا الكره في ديك المنطقه بالضبط كيديروا الضغط وهذا شيء ايجابي في الكره الحديثه. ضربه خطا لفائده الفريق التونسي. ابراهيم البحري كيسقطوا اللاعب كوكو. حكم اللي كان قريب من العمليه يعلن عن خطا. لاعب سليم غينفذ الخطا لفائده نادي الصفاقسي. كينفذ لمعترك فريق الرجاء خطيره. وضربه مرمى لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي. المقدم
اللاعب شاقو يعني حتى ايقاع المباراه فؤاد يعني نزل بشكل كبير. هو ما بين المد والجزر بعض اللحظات كنشوفوا الايقاع كيرتفع، ولكن بعض اللحظات اخرى ملي كتكون الكره في وسط الميدان كينزل الايقاع، كيبقى اللاعبين يقلبوا على امتلاك الكره اكثر من رفع الايقاع. هي مباراه حبيه واش يمكن هذا يكون بتعليمات ولا كان عندك اسبري بروفيسيونال، فما كتكونش الفرق ما بين مقابله حبيه ومقابله رسميه، خصوصا في اتجاه ديال البحث على الايقاع. هذه مناسبه للبحث على الايقاع باش يلقاو راسهم في البطوله. هذه محاوله لفائده نادي الصفاقسي والهدف الاول. الهدف الاول لفريق الصفاقسي، مسجل هدف اللاعب البحري نادي الصفاقسي، يعني اللي دق رغم انه كان عنده اختيار على فريق الرجاء، كان عنده اختيار اخر هو رفع الكره فوق عسكري، ولكن اختار الحل الاخر ولكن اعطى به الهدف. حتى الايقاع اللي لعب به فريق الرجاء كما قلت يعني ايقاع جد متوسط. فريق الصفاقسي هدد غير مره مرمى الرجاء، وفي هذه المحاوله البحري يسجل الهدف الاول للفريق التونسي فريق الزائر في هذه المباراه الحبيه. وروماو يعني ربما غيكون خدا الصوره حقيقيه على المجموعه اللي يمكن يواجه بها لقاءات الاياب. هناك جوج ديال اللاعبين اللي كيستعدون ديما من فريق الرجاء، اعتقد القناوي واللاعب مابيدي مكان كوكو، والقناوي مكان ياسين صالحي اللي حتى الان باقي يعني اللياقه ديالو بعيده على المستوى الحقيقي للاعب ياسين صالحي. ولكن في ظل الغياب ديال الطراوه البدنيه ديالو او المخزون البدني كان ربما انه يحتاجوا في مكان ديال اللاعب الصبار في الوسط المحور. هدف لصفر لفائده نادي الصفاقسي التونسي. الكره عند لاعب شاقو يمرر للاعب مابيدي، يعني تدخلات قوية لنادي الصفاقسي ما كيتركش لا صغيرة ولا كبيرة، يعني حاضر بقوة في هذه المباراة وما كيخليش الفرصة أمام اللاعبين ديال فريق الرجاء للوصول للمعترك. وروماو يعتمد على رجل ارتكاز واحد في الوسط هو باب عمر، والدفع بمابيدي في الوسط الهجوم. هذا اختيار آخر للمدرب روماو لتعديل النتيجة على الأقل. شاقو أو لتجريب اختيارات قد يحتاجها في البطولة بالفعل، اختيارات تكتيكية. نعم. ركنية لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، غادي ينفذ الركنية الحافظي اللاعب الحافظي اللي يعني ما ظهرش بشكل جيد في هذا المباراة. الحافظي كينفذ والكرة كتمشي عند زياد لاعب الصفاقسي التونسي في هجوم مضاد لنادي الصفاقسي وتماس لفائده فريق الرجاء. ولا لاحظتي في هذه الهجمه المضاده كان غيعتمد على اربعه ديال المهاجمين فريق الصفاقسي. اذا هناك تحول بسرعه كبيره من 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 الوسط الى الهجوم او من الدفاع الى الوسط. يعني التكتيك اللي هاضمينه يعني تيلعبوا به بطريقه مدروسه. لارم فاتال دو فوتبول سي لا ترانزيسيون، لا ترانزيسيون ملي كتقوم على اسس متينه واسس ناجحه فالفريق كيكون ناجح في المحاولات ديالو خصوصا الهجوميه. ولركني ديفيز بل مقدم للاعب شاقو اللي بالمقدم، يعني حتى يعني كاين واحد الحاجز اللي فرضوا الفريق التونسي ما كيتجاوزوش فريق الرجاء، حاجز ديال وسط الميدان. ربما كنهضروا على الطراوه البدنيه، ربما حتى الاستعدادات اللي كيقوم بها الان فريق الرجاء في المدينه الجديده، انه كيكون ربما انه سور دوزي، انه الاستعدادات قويه على المستوى البدني مؤثره عليهم في هذا الفريق. يمكن تنفع الفريق مستقبلا في اللقاءات القادمه من البطوله الوطنيه. هجوم لفائده فريق الصفاقسي، البحري مسجل الهدف الوحيد حتى الان للاعب زياد في وسط الميدان. محاوله خطيره لفائده نادي الصفاقسي اللي كيبحث عن هدف ثاني. خطا بالفعل. حكم نور الدين ابراهيم قريب من العمليه يعلن عن ضربه خطا لفائده نادي الصفاقسي وتغيير اخر لنادي الصفاقسي التونسي. دخول اللاعب عمر بوراوي، وحتى المهاجم الاوسط ديال الصفاقسي كثير الحركه وبوليفالون، فهو متعدد المراكز وكيخلي دائما فراغات وكيساعد الثلاثي ديال الوسط في ايجاد حلول هجوميه اضافيه. خروج اللاعب سليم ودخول اللاعب عمر بوراوي. ضربة خطأ لفائدة نادي الصفاقسي اللي متفوق بهدف لصفر على فريق الرجاء في هذا اللقاء الحبي. فريق الرجاء عسول اللي يعني
الايقاع ديالو ربما بفعل التدريب، ربما بفعل النهج التكتيكي يريد تجربه المدرب. النهج التكتيكي هو الاعدادي هو نفسه اللي كيعتمد عليه روما وفي باقي المقابلات، غير انما كنقول لك بانه الان كيجرب بعض الحلول اضافيه، انه دفع مابيدي وخلى رجل ارتكاز واحد وداخل فيها حتى الثروه البدنيه، ربما حتى ما ساعدتهمش في التحول الى الهجوم بسرعه، ربما كما قلت لك انه الاستعدادات مأثره عليهم في هذه اللحظه هذه وفي المقابله. ضربه خطا لفائده نادي الصفاقسي قريبه من مربع عمليات فريق الرجاء، تسديده قويه بعيده عن مرمى الحارس الرجوي خالد العسكري، بسرعه كتلعب الكره للاعب شاغو. لاحظ العناصر ديال نادي الصفاقسي كيفاش انهم يعني بسرعه وكيتمركزوا بشكل جيد في وسط الميدان للحد من فعاليه الهجومات الرجويه. بمعمر بطريقه جيده للاعب الكاروشي، كاروشي للاعب القناوي، الكاروشي اللي بمعمر، والان كنشوفوا الصبار كيرجع مع بمعمر في الوسط الميدان الدفاعي وكيخلي المابيدي هو مكان الصبار اللي كيقوم باللاعب. بمعمر للجهه اليمنى للاعب شاغو، شاغو كيمرر، كاين لاعب واحد مع خمسه ديال اللاعبين. هذا هو العيب، هذا هو العيب ديال هذه الخطه ديال 4-2-3، انهم ملي كيكونوا الرجلين اطراف منشغلين في الادوار الدفاعيه كيخليو دائما قلب الهجوم لوحده. هذا الشيء علاش هذا راي ربما يحترم، انه كون بقى مرزوق كنا نشوفوا كريستيانو هذا. تماس لفائده نادي الصفاقسي التونسي غيتنفذ وسط اللاعب عمر، تدخل صبار للاعب القناوي، تغيير مسار الكره الجهة اليمنى وسط لاعب فريق نادي الصفاقسي التونسي ماهر. جوج ديال التغييرات في صفوف فريق الرجاء، دفعه واحده اعتقد الخباري والمسن، هناك اللاعب المسن، لاعب شبيره شبيره، خروج عادل الكاروشي. هذه مباراه اعداديه، مباراه تجريبيه لمجموعه من العناصر. خروج عادل الكاروشي، واللاعب الحافظي دخول المسن، ودخول اللاعب شبيره مدرب روما، هو المدرب البرتغالي اللي كيحاول على انه يلقى الايقاع المناسب لفريق الرجاء. حمله لفريق الصفاقسي، ابعاد الكره في اتجاه اللاعب المسن اللي انضم للرجاء في هذه اللحظات، او اللاعب اللي دخل في صفوف فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، اللاعب اسم سن لاعب السابق ديال الوداد البيضاوي، اللاعب اسن. نحيي اللاعب المسن ديال فريق الوداد البيضاوي اللي يعني لاعب سابق فريق الوداد البيضاوي اللي امضى سنوات تالق مع فريق الوداد. اسن هو لاعب سابق لفريق الوداد يدعم صفوف فريق الرجاء خلال بطوله هذا الموسم. الفريق الرجاء في هذه الاونه هذا كيعمد على تاخير الهجمات ديال فريق الصفاقسي باستعمال اول لاعب قريب للكره وذلك للضغط، وهذه هي الميزه اللي ربما تحد من خطورات فريق الصفاقسي. تماس كيتنفذ بوسط لاعب جبيره، مابيدي بمعمر للاعب شاغو للاعب ايسن. شاغو ما كنشوفوهش كيعطي حلول اضافيه هجوميه في الاطراف، نظن بانه كل كان كيعطي حلول اضافيه نشوفوا رجاء اخرى على الاطراف. إيسن يقود حمله رجويه بكل هدوء، تدخل عناصر تونسيه لابعاد الخطر. بمعمر لجبيره، محاوله لفريق الرجاء من الجهه اليسرى القناوي لبمعمر، بمعمر القناوي، كاينش خطا، الحكم يعلن عن خطا بالفعل، خطا مباشر، ما كانش لاعب ديال فريق الرجاء في الجهه اليسرى، الحكم ما تركش الامتياز واعلن عن ضربه خطا لفائده فريق الرجاء لان الكره ضاعت من عناصر فريق الرجاء.
ضربة خطأ قريبة من معترك فريق التونسي نادي الصفاقسي. القناوي ومن سينفذ ضربة الخطأ. لفائدة فريق الرجاء على مشارف مربع عمليات الفريق التونسي الصفاقسي. القناوي ينفذ والحارس يبعد كرة إلى الركنية، كانت تسديدة مركزة، حارس رامي يبعد كرة إلى الركنية. هذا أول تهديد للرجاء في الجولة الثانية، تهديد حقيقي. نفذ الركنية بسرعة إيسن، إيسن يمرر، تدخل دفاع فريق الصفاقسي، زياد عند اللاعب إيسن، إيسن يحاول المرور أمام ثلاثة ديال اللاعبين، صعيب صعيب على اللاعب إيسن أن يمر. أحد الطريقة اللي كيلعب بها الفريق التونسي، طريقة يعني تتسم بالهدوء. عندما استرجاع الكرة كيكون انتشار، واحد انتشار جيد ديال اللاعبين فريق الصفاقسي. القناوي يمرر اللاعب كريستيان، ولا لاحظتي انه بومعمر عنده واحد الدور منين خرج كوكو، هو اللي كيحيي الهجمه من الدفاع، او بما يسمى بمصطلح ديال الكره، هو اللي كيقوم بلا رولونس من الوراء. ضربه ركنيه لفائده فريق الرجاء، هذا تنفذ هذا الحكم المساعد الاول الحميدي اللي كيف قلت من احسن الحكام على المستوى الوطني. هناك تغيير ديال الحراس والتجربه ديال الحارس الاصلي كيطلب بانه تثبت هذه العمليه، لانه غتكون صعيبه على الحارس. القناوي ينفذ عند اللاعب إيسن، إيسن للاعب بمعمر، بمعمر يسدد بقوه، تسديده، هدف هدف تعادل لفائده فريق الرجاء. وهدف يعني غادي يخدم على الذهن ديال كريستيان، لانه محتاج لهذا الهدف في هذا الوقت بالضبط، لانه غادي يربح العطف ديال الجمهور، وبالتالي غادي تربحوا الرجاء في العطاء ديالو. كان تسديده قويه والحارس رامي كيصد الكرة، لكن اللاعب كريستيان في المكان المناسب يسجل هدف تعادل لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. نطلبوا من المخرج العمري أن يعطينا بالعرض البطيء الهدف المسجل لفائدة فريق الرجاء، هو هدف التعادل. لاحظوا كيفاش أن الحارس رد الكرة، وهذه من سمات المهاجمين، يعني كيف كنقولوا بلغة الكرة، الشيطة كتبقى المهاجم يعني كيكون في المكان المناسب. ايرونونس جامي لاتاكون، دائما تابع الكرة ودائما ما كينهاجمش، وهذا هو السمات كما قلتي ديال نجاح ديال المهاجم الأوسط. كانت تسديدة قوية من لاعب شاكو، وتصدي ممتاز للحارس. هنا كنرجعوا منين طلع شاكو وساهم في الهجمه ديال عطى حلول الاضافيه، جاء الهدف ديال الثاني. يعني كيف قلت هذه من سمات اللاعبين الكبار، انه يكون حاضر في كل صغيره وكبيره، كل ما يعني بالفعل كل ما مشات الكره من الحارس كيكون هو حاضر. كيذكرني هذا يعني هاد مواصفات اللاعبين باللاعب موسى نضاو، يعني كان لاعب كيكون حاضر في جميع الكرات اللي من لا شيء يخلقه بالفعل. تغيير في ظروف الفريق التونسي الصفاقسي، خروج الحارس رامي ودخول الحارس الاحتياطي محمد هادي. محمد هادي هو عنده 85 كيلوغرام، 26 سنه، مزداد سنة 1989 بالضبط 30 أفريل، وهو من جنسية تونسية. ست دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت القانوني من المباراة. هدف لمثله بين الرجاء ونادي الصفاقسي التونسي، محاولة رجوية انطلاقا من وسط الميدان للاعب كريستيان، كريستيان اللي كيحتفظ بالكرة كيمرر تمريرة ذكية الجهة اليسرى لفريق الرجاء. القناوي، القناوي كتضيع منه الكرة، ما كاينش خطأ، الحكم كيطلب مواصلة اللاعب، وضربة خطأ هذه المرة لفائدة نادي الصفاقسي التونسي. وجميع اللاعبين الافارقه ديال الفريق التونسي فهم مشاركين في البطوله الافريقيه، نظن بانه هذا هو سر الغياب ديالهم في التشكيله الرسميه. هذا اللي قلناه، يعني ما ظهرش النقص بالنسبه للفريق التونسي، لان كل العناصر اللي كتشكل الفريق التونسي
هي يعني عناصر مجربة ومتمرسة، تغيير آخر في صفوف نادي الصفاقسي التونسي، دخول اللاعب رقم 15 اللاعب فراس شوت اللي غادي ينضم لنادي الصفاقسي. هذه فرصة للمدربين من أجل تجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين، أعتقد خروج إبراهيم البحري، بالفعل خروج إبراهيم البحري ودخول اللاعب فراس لاعب رقم 15 بصفوف فريق الصفاقسي التونسي. ضربة خطأ لفائدة الصفاقسي في وسط الميدان، حتى الآن هدف لمثله بين الفريقين سجل للفريق التونسي إبراهيم البحري وعدل للرجاء اللاعب كريستيان. يتنفذ الخطأ، كتضيع الكرة اللاعب معمر، كترجع عند العناصر التونسية. فريق تونسي فريق منظم قوي. منظم على المستوى التكتيكي، على مستوى جميع الخطوط تكتيكي، تكتيك مدروس للفريق التونسي. القناوي كتضيع له الكرة، رجع عند العناصر التونسية من الجهة اليمنى، لاعب ماهر كتضيع له الاخر الكرة، يمشي عند عناصر فريق الرجاء. خالد العسكري يبعد الكرة إلى وسط الميدان في اتجاه اللاعب كريستيانو، والحكم يعلن عن تسلل لأن كان رجوع ديال اللاعب كريستيان. حكم الوسط السيد نور الدين إبراهيم يترك الامتياز للفريق التونسي اللي كيقوم بحملة من الجهة اليمنى، ما كاينش خطأ، كيترك الكرة لعناصر فريق الرجاء اللاعب كريستيان. وربما فريق الرجاء في هذه الآونة الأخيرة تخلى عن الإفراط في اللاعب العرضي وبدا كيبحث على الأمام، والأمام بدا كيجيب الخطورة لفريق الرجاء. هذه محاولة أخرى لفائدة فريق الصفاقسي، كتمشي عند اللاعب وليد الصبار، وليد الصبار في وسط الميدان كيحاول يمرر، بالفعل كيمرر اللاعب القناوي في الجهة اليسرى. القناوي اللي هو الآخر كيبحث عن لاعب يمرر الكرة، كيمرر اللاعب معمر في وسط الميدان للاعب مابيدي، مابيدي اللاعب القناوي، القناوي من الجهة اليسرى، محاولة لفائدة فريق الرجاء. القناوي، القناوي غيمرر وتدخل الحارس التونسي محمد هادي اللي عوض الحارس رامي اللي كان هو الحارس الرسمي للفريق التونسي الصفاقسي في هذه المباراة. تمس لفائدة فريق الرجاء حارس محمد هادي، أرسل الكرة إلى التماس من أجل إعطاء الإسعافات الأولية لأحد اللاعبين التونسيين، لاعب رقم 25 في الفريق التونسي محمد بن صلاح عميد الفريق. تابعوا هدف تعادل لفائدة فريق الرجاء، لاعب كريستيان لكي يسجل الهدف بعد تسديدة قوية من لاعب شاكو. محمود بن صلاح عميد الفريق التونسي صفاقس، هذا من أقدم العناصر ومن أحسن العناصر في الفريق التونسي نادي الصفاقسي. الفريق التونسي اللي عنده ملعب كيتسع 22 ألف متفرج، حتى الحضور الجماهيري يعني نال إعجاب الفريق التونسي، واعتبر المباراة أنها مباراة إعدادية حقيقية أمام فريق يضرب له ألف حساب وصيف بطل العالم نادي الرجاء الرياضي البيضاوي. بمعمر لجبيرة، القناوي كيمر من الجهة اليسرى، القناوي اللي خلق متاعب الفريق التونسي في الجهة اليسرى. هذه محاولة بوسط لاعب مابيدي، مابيدي اللي يعني تأخر تعطل شوية، كان بإمكانه يمرر في الوهلة الأولى. هجوم مضاد لفائدة نادي الصفاقسي، لاعب بالمقدم كيتمكن من الكرة، يتمكن من الكرة، كيمرر اللاعب بمعمر، بمعمر لوسط الميدان للاعب مابيدي، مابيدي مرة أخرى اللاعب بمعمر، بمعمر في وسط الميدان كسب الرسمية ديالو مع فريق الرجاء في الوقت اللي كان احتياطي وكان لاعب فتاح هو اللاعب الرسمي. الحكم نور الدين إبراهيم ربما أصيب. كينتظر تدخل، بالفعل تدخل طبيب فريق الرجاء
الدكتور مصطفى بهلوي. مصطفى بهلوي للتذكير فقط فؤاد فهو لاعب سابق، لاعب سابق للوداد والرجاء، وسبق لي ان لعب ضد الضو، فهو لاعب مهاري عنده مهارات فنيه كبيره، وكان وقع له كسر في مقابلة ديال المغرب الفاسي. اللاعب العروسي، اللاعب العروسي هو اللي صاب الدكتور بهلوي بكسر، وكنا تاسفنا على هذا الكسر اللي وقع للبهلوي، وكان من ابرز اللاعبين على مستوى الوسط ومهاري جدا في داخل التشكيله الرسميه. ومصطفى بهلوي كان لاعبا لفريق الوداد حتى فئه الشبان، بعد ذلك انتقل لفريق الرجاء وكسب الرسميه ديالو في الوقت اللي كان طالب بكليه الاداب مدينه الدار البيضاء. ولولا الكسر اللي تعرض له في اللقاء اللي كان جمع الرجاء بالمغرب الفاسي بمدينه فاس، الكسر اللي تعرض له بعد الصدام القوي مع لاعب العروسي اللي كان ظهير ايمن لفريق المغرب الفاسي، هذا هو اللي فتح المجال امام استقطاب اللاعب مديح من فريق دفاعي السبع. كانت الفرصه وكانت المفارقه او اول مقابله ديال مديح كانت ضد المغرب الفاسي هنا بالبيضاء سنه 1987 86. مديح اللي الان يشتغل بديال قطريه كمدرب من احسن اللاعبين، استاذ التربيه البدنيه من احسن اللاعبين اللي مروا عبر بوابه فريق هو يشغل الان بدول الخليج ويبصم على عمل جيد في الخليج. كيف قلت مديح اللي بعد إصابة مصطفى بهلوي يعني تم جلب لاعب مديح. داكشي علاش قلت لك من المفارقات كانت آخر مقابلة ضد المغرب الفاسي البهلوي، وأول مقابلة المديح كانت ضد المغرب الفاسي هنا بالبيضاء صحبة الرجاء البيضاء. رؤوف حرزلي ينضم لنادي الصفاقسي التونسي في هذه اللحظات، وخروج ياسين خنيسي. تجاوزنا الوقت الأصلي من المباراة، نعيش الوقت المحسب بدل الضائع. تعادل هدف المثله بين الرجاء ونادي الصفاقسي في لقاء حبي إعدادي للاستحقاقات القادمة. محمد الحاج، ثلاث دقائق كوقت محسب بدل الضائع في الجولة الثانية. كريستيان للاعب مابيدي كتاع الكرة، وهنا نرجع بانه الفريقين لعبوا بنهج واحد، فواحد الفكره ان المدربين كلهم متشابهون في المعرفه ديالهم بالقواعد التكتيكيه، متفاوتون في عمق الفكره التكتيكيه، فالنجاح قارين بالعمق اكثر ما هو متصل بالمعرفه فقط. نظن بانه هذا هو الفرق اللي يكون ما بين مدرب ومدرب، هي ما بين المعرفه وما بين العمق ديال الفكره. تحية الوحدة التقنية التي أمنت النقل المباشر لهذه المباراة، وحدة التقنية المخرج والتقنيين لأمن النقل المباشر لهذه المباراة. تحية المخرج عبد الحق العمري، ولكل التقنيين عبد الرحمن خيي العالمي، لكل التقنيين اللي كيشتغلوا من اجل تامين النقل المباشر لهذه المباراه الحبيه بين الرجاء وفريق الصفاقسي التونسي. والحكم يتدخل ليعلن عن نهايه المباراه بنتيجه التعادل هدف المثله بين الرجاء والصفاقسي. الجوله الثانيه كان فيها الايقاع بين المد والجزر، قوه الصفاقس كانت في لا ترانزيسيون، الرجاء ادخال مبيدي اعاد لها التوازن الهجومي، الرجاء استفاد من هذه المقابله على كل المستويات، حظ سعيد للفريقين فيما تبقى من استحقاقات. لا غالب ولا مغلوب في هذه المباراة، هدف المثل.